ولساني كمان عمره ما هيخاطب لسانه. ومن فضلك لو سمحت ما تفرضوش علينا، فاهم؟ بالظبط كده. خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. هو ماجد ما جاش ولا ايه؟ هو ماجد فاضلنا؟ ده زمانه طاير، زمانه بيغرد مع العصافير. بقول لك ايه يا خالد؟ انا خدت شقه مفروشه على فكره. سام قالت لي ان انت سبت السكن معاه. بس بيني وبينك مش طايقاها، طلعت مقلب. والله وانا كمان مش طايق الشقه بتاعتي. كارهها. بقول لك ايه، ما تيجي ناخد مكان نعيش فيه ونجيب لك شقه جنبينا عشان نبقى سند. والله فكره، دي فكره هايله كمان، عشان نبقى كده كلنا جنب بعض وما نقعدش ندور على بعض، ولو عاوزين نعمل اي حاجه يعني ما حدش يركز معانا. طب بعد اذنكم يا جماعه. سهام انت رايحه فين؟ انا بقول القعده كده بقت الطف. استنى يا سهام انا جاي معاك. حبيبتي تيجي دلوقتي؟ يا سلام، لايقين على بعض جدا. مين اللي لايقين على بعض؟ علينا نعمل واد ده بيفكرني بخالي مات عندنا في الغيط. لزقت ما بحبوش. تعرف اي واحد هيتجوز البنت سام دي هيطلقها بسبب الواد ده. ربنا ينتقم منه. يا رب. سهام يلا عشان نلحق معانا النار. طب يلا سلام يا شباب. سلام. ايه المساخه اللي انت عملتها امبارح دي؟ كيف تسيبني وتمشي؟ ابدا يعني سبتك توش والست دينا بتاعتك. هل انت بالله العظيم انت عبيط يا بنت؟ دي واحد صاحبي. لا 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 بصراحه يا خالد انا اتفاجئت. يعني ايه تبقى اسهام واقفه معاك وتعمل الحركه دي؟ خليك محضر خير، ما تزعليش مني، انا اسف. طيب عشان خاطر عماد يعني انسى الموضوع ده خالص. عشان خاطر عماد بس؟ طب رايحين فين بقى؟ عندنا ندوة شعرية. بقول لك ايه؟ يلا بينا عشان نلحق ميعاد الندوة، اللات والعجم ده مش هينفع. استنى يا سهام. طب قولي لي الندوة دي فين وامتى؟ أنا بس عندي كم مشوار كده عشان بحاول آخد شقة أنا والعيال صحابي، عشان عايز أذاكر وألتزم عشان أكون عند حسن ظن. بجد؟ بجد لو بدأت تفكر بالطريقة دي يبقى أنت خالد اللي أنا عايز أعرفه. بجد يا سهام؟ إيه يا ابني؟ أنت لازقة؟ يلا. تنسيش بقى اللي اتفقنا عليه. ها الايه؟ البرفيوم. بصوا انت تاني، انت تاني. ايه بس يا لؤي؟ اللي اتفقنا عليه بقى يا ماجي، مش عايزين نضيع وقت. افكر بس بمزاجي. كل حاجه هتبقى بمزاجك، مفيش حاجه هتبقى غصب عنك. خلاص يبقى كده اتفقنا. ماشي يا قمر. باي باي. باي. بس اهم حاجه انها تكون شاده كبيره وواسعه وتكون قريبه من الجامعه. يا عم قريبه من الجامعه بعيده من الجامعه؟ ما احنا كل يوم بنيجي من اخر بلاد المسلمين. انتوا بتتكلموا في ايه؟ هنتكلم في حوار اننا ناخد شقه مع بعض. ومننا نحط فيها الفلوس. ومننا نبقى مع بعضينا. وعلى فكره ماجد هيجي يقعد معانا. كويسه الفكره دي. اعملوا حسابكم ان انا هبقى معاكم. ايه؟ تقعد معانا ليه؟ هتسيب بنت امك ليه يا ابن الاكابر؟ يا اخو ام عايزه تتجوز. وانا بصراحه مش عايز اعيش مع جوز امي. خلاص يا عم. ما تشيلش هم، ما تضايقش نفسك. هات امك وجوز امك يقعدوا معايا ونروح نطعم يا سلام يا خفيف. وبعدين يا عم هتبقى مكره نحط فيها فلوسنا وحاجات. بس لازم بقى تلاقوا شقه شيك، مش زي الشقه اللي كان قاعد فيها الاستاذ خالد. تلم نفسك يا جدعان، عشان امك هتتجوز عمال تبجح. بس يا عم انت وهو بقى احنا كل مره نتخانق. بص احنا لازم نسكن في عماره واحده مع بعض. وعلى فكره دينا عايزه تسيب الشقه اللي هي خدتها الجديده، زهقت منها وهتبقى تحت عينينا، ناخد لها شقه في نفس العمارة. ولو عايزين تظبطوا الكلام على حق ويبقى كلام اصلي، نهي بقى انا وخالد على طول ونظبط معاك كلام ونهي اقرب من كرداسه. ها حسب يا بغل. ازيك يا حاج مهدي؟ اهلا وسهلا. انا همشي من الشقه بتاعتك الليله. الله 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 الله، ليه بس كده؟ في حد ضايقك؟ لا ما حدش ضايقني ولا حاجه، بس انا لقيت مطرح قريب من الجامعة ومطرح أكبر من مكانك شوية. طب لو كان كلامي ضايقك ما تزعلش، أنا زي أخوك الكبير.
يعني ما بدلجنيش ولا حاجه، انا عايز امشي، عايز الخمس شهور اللي عندك عشان امشي. اه طيب، بس اصل انت فاجئتني. وانا جاي اطلب ايد بنتك، ايه فاجئتك بايه؟ انا عايز الخمس شهور اللي عندك عشان امشي اديهم للراجل بتاع الشقه الجديده. طيب طيب، بس اما ارجع من الصلاه. صلاه ايه؟ مفيش موعد صلاه دلوقتي، انا عايز الفلوس بتاعتي لاصور قتيل هنا. طيب لو عايز تقعد وتدفع الايجار بالشهر. يا عم انا معيش ادفع بالزفت، انا عايز فلوسي دلوقتي. طب خلاص انت بتزعق ليه؟ ما تزعقش، تعال خد فلوسك. انت راجل غريب. سنة كم قرن؟ أنا مسافر على طول. يا حزني، مسافر على طول؟ ليه؟ وأنت مش مرتاح ولا إيه؟ الشقة ريحة تقيل علي. ريحة تقيل؟ أخصى عليك ويهون عليك العشرة والعيش والملح وبلبل. بلبل؟ بلبل مين؟ أنا نبيلة، ما هم بيدلعوني ويسموني بلبل. طب يا ست، وأنا داخلة إيه؟ يدلعوكي ولا يدفنوك؟ أنا داخلة في القصة دي. طب مش يمكن حد من الأوباش اللي ساكنين في العمارة مضايقك؟ أنا نط في كرشه على طول، أنا أتفهم معاه. يا ست، أنا اللي هيضايقني هقطع خبره على طول، مش هجيلك. يلا في رعاية الله، أشوف وشك على خير. خليك هنا، خليك وبلاش تسافر. ها؟ إيه رأيكم؟ شقة سوبر لوكس، تكييف وتليفون وتلفزيون ودش، كاملة من المجاميع. الله، حلو. طب وايه السلم ده يا عمهم؟ السلم ده بيطلع على الشقة اللي فوق، بس عليها باب حديد، والشقة اللي فوق على فكرة فاضية، يعني لو أي حد فيكم عايزها أنا تحت الأمر. والشقة دي فيها كام تواليت؟ كام تواليت؟ مالك يا ابني؟ هتحتاج أكتر من واحد نعمل بيهم إيه؟ يا ابني أنا كنت قاعد في فيلا فيها خمسة تواليت. تلاقيهم كانوا بيعملوها في كابانيه واحد. كلام بيئه بقى، مش عايز بدل ما اعملها معاك والله. بس بقى عايزين نعرف احنا جايين نعمل ايه. ريح نفسك، الشقه دي فيها حمامين. كويس. رضا وعهد الله 100 100، ولو واحد حلو برضه. الشقه عجبانه يا عم يسري، وعايزين دلوقتي نقعد نمضي العقول، بس انا عايزك يعني تبقى حنين معانا شويه. عناية عناية للشباب. بقول لك يا مستر يسري. ايوه. واحنا طالعين يعني ما لقيناش بواب، العماره دي ما فيهاش باب ولا ايه؟ لا 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 لا، فيها، بس تلاقيه راح بس يجيب كده شويه حاجات للسكان. خد بالك احنا طلب. ما انا عارف، وجايين الشقه دي عشان نذاكر برواق، يعني ساعات بنروح نجيب مذكرات، ناس بتجيلنا، بنروح لناس، فهمني انت. طب بقول لك يا عم يسري، انت راجل شكلك فهيم كده وشواف. بص يا برنس، احنا عندنا اخوات بنات زي اي حد، اكيد الناس دي هتيجي، حاجات طالعه، هما بيدونا حاجات، احنا برضه بنحتاج ناخد منهم حاجات، المهم مش عايزين اي عوائق في الطلعه والناس دي من البواب. ريح نفسك، عم حسنين راجل كبير، اول ما بيخش الليل عليه بيدخل اوضته وينام، والصبح بيتمشوا في طلبات السكان، وبعد كده يا سيدي بيظبطوه انتوا يعني. ماشي. لا مؤاخذه بقى بهوات، انا باخد شهر مقدم وشهر تامين. ما تقلقش من الموضوع ده، خدوا التبس ده من عندي، يلا ظبط نفسك. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ وحشني قوي. وحشني يا حبيبي. عامل ايه؟ ازيك يا قلب؟ وحشني. ازيك يا حبيبي؟ حبيبة قلبي، حبيبة قلبي. ازيك يا امي؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ وحشتيني، مفتقدك قوي قوي قوي. ازيك يا عبدي؟ تعالى اتفضل. اتفضل اتفضل يا بابا، اتفضل. خش يا حبيبي، خش. الف حمد لله على السلامة. ليك وحشة يا واد. وانت كمان يا بابا والله. عامل ايه يا ايهاب من غيرنا؟ اهو وحيد طبعا.
ليه ما قلتليش اجي اخدكم المطار؟ ابوك يا سيدي مش عاوز يتعبك. معقوله اتعب وانا جاي لاغلى الناس؟ ربنا يسعدك يا ابني واشوفك دايما كده رب في اعلى المراكز. كل ده بفضل دعواتك وتشجيعك ليا. ده انا دعيت لك دعاء وانا في الكعبه يا ايهاب يا ابني، يا رب يجعله من حدك ومن نصيبك. بس ناقص حاجه واحده بس. فوزيه ما تدوريش وتلف على الواد، الواد عارف مين عروسته وامتى هيتجوزها ولا ايه يا ايهاب؟ بصراحه يا بابا انا ما بقتش افكر في الموضوع ده دلوقتي، خصوصا بعد ما اختلفت انا وسوها. يعني ما بقاش عندي رغبه لفكره الجواز. ليه يا ايهاب يا ابني؟ ده انا دعيت وانا في الكعبه ان ربنا يديني الصحه لحد ما اشيل ولادك. عمره مقبول ان شاء الله. هي اجازتك تنتهي امتى يا ايهاب؟ انا مسافر بكره واحتمال اغيب شويه. ياه بسرعه كده؟ طب استنى بس لما اطلع الكاميرا اللي انا جايبها مخصوص عشان اصورك بيها. اصلك بتبعد عني يا ايهاب، بحب دايما اشوفك قدامي كده وانت في اخر حلقاتك. اصلك بتوحشني قوي يا ايهاب.